لا حول ولا قوة إلا بالله. أهلا وسهلا بمتابعي، أهلا وسهلا بمتابعي قناة شوف تيفي في هذا البث المباشر من مدينة الرشيدية، وبالضبط بقصر أولاد الحاج القديم. متابعي قناة الشعب، أب في صرخة قوية للابن ديالو 23 سنة، ربما أنه تصاب بالتهاب، ربما التهاب دماغي، اللي ما كانش عنده متابعي قناة شوف تيفي، والأب مسكين يعني اللي في واحد الحالة اللي هي لا يرتى لها. نتمنوا له إن شاء الله التوفيق، والله يشافي له الابن ديالو اللي بغى يشوفه بصحة جيدة، لكن قدر الله ما شاء فعل. متابعي قناة الشعب، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عاودنا على الابن ديالك. هذا يا ولدي، ولدي أسيدي طه، ملي كان صغير، ملي كان عنده 4 سنين، ونهار الدري عاوتاني بحال ما به ما عليه. يعني ما كانش هكا؟ لا ما زادش هكا. ملي كان أسيدي طاح هذيك الميدان، كانت عنده 4 سنين، طاح ملي عاود ناض عادي عادي بحال ما به ما عليه. كيفاش طاح يعني؟ واش طاح؟ يعني شدات له اليد والرجل. شدات له اليد والرجل. شدات له اليد والرجل، عاود اسيدي سرحات له عاود. ناض الدري عادي بحال ما به والو، مادام الدري كيكبر وداك الشيء كيكبر معاه. ما ديكي كيكبر ملي وصل 14 عام طاح. 14 عام طاح. يعني ما بقى كيهضر، ما بقى كي لا، المهم شدات له اليد نيت والرجل. صافي نيت الانسان تقالت قالت 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 له زعما الهضره ديالو. نيت حنا كنت جرينا به السبيطار، جرينا به. عندك شي يعني عندك الرميد، عندك شي حاجه؟ عندي الرميد، عندي الرميد، ولاني راه غادي نقول لك لا اله الا الله محمد رسول الله. كاين الله، كاين الله، كاين الله، راك عارف الوقت الحاله حالة الله. وحنا المهم انت كتشوف هذه الحاله ديالنا هي هي. كيف ما كتشوفوا متابعي قناه الشعب، يعني قصدكم المقصود الله، يعني لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. راه ليكوش اللي كندير له، راه انت راه ليكوش اسيدي، ليكوش اللي كندير له. عندي باكيه ديال ليكوش، راه كتديني 3 ايام ولا 4 ايام. لا حول ولا قوه الا بالله، هادشي اللي كاين اسيدي. كيف ما سمعتوا متابعي قناه شوف تيفي، واللي كيقول لك فقط غير ليكوش اللي كيدير له. كيف ما كتعرفوا متابعي قناه الشعب، بان قلوب المغرب بعض، يد في اليد. لا حول ولا قوة إلا بالله. كنعتذروا متابعي قناة شوف تيفي على هذا الانقطاع يعني ديال لا كونيكسيون، بحكم قصر ولاد الحاج القديم يعني ما كيتوفرش على واحد الكونيكسيون، يعني واحد الشبكة ديال التغطية اللي هي كبيرة، لكن قدر الله ما شاء فعل. كيف ما كتشوفوا بأن الابن ما كتفرقوش الابتسامة، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الأب أيضا في صرخة قوية، واللي كيقول لك كنتمنى من الله من المحسنين أن من المحسنين أنهم يشوفوا من حالتي ويشوفوا من حالة هذا الابن هذا اللي صرخ المرة ما كايناش. أنت كتشوف راه شحال هذا، راه شكرا شي شهر وشي حاجة وحنا غير جالسين. لا والله العظيم، والله غير العظيم، شهر تقريبا، شهر وشي يومين وثلاث أيام. اسمعوا متابعي قناة الشعب، اللي كيقول لك والله العظيم، هذيك والله العظيم يعني كتنبع من القلب متابعي قناة الشعب، واللي كتقول واللي كترسخ بأنه ما كاينش الإنسان اللي كيكذب في هذه الأمور هذه، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حتى واحد متابعي قناة الشعب ما كيبغي أنه يخرج بوجه مكشوف أنه يسعى، ولكن كيسعى باب الله، عاد كيشوف يدق باب المحسنين. الحمد لله المحسنين كاينين، ماشي ما كاينينش، لكن متابعي قناة الشعب برغم أن جهة الضرعة تفللت، ما كتوفرش على فرصة، ما كتوفرش على فرصة شغل، يعني ما كاينش العمل في مدينة الرشيدية، مدينة الرشيدية، يعني شباب مدينة الرشيدية ما لقاوش الخدمة، ما بالك بواحد الإنسان اللي عنده وليدات، ما لقاش فين غادي يمشي وما لقاش فين غادي يجي، باش أنه يشتغل وأنه يوفر لهذا الإبن هذا اللي دائما الإبتسامة ديالو ما كتخطاش في الوجه ديالو، اللي كنتمنى له مقتبل العمر 23 سنة. اللي كنتمنى له التوفيق وان شاء الله والشفاء العاجل. متابعي قناه شوف تيفي، واللي ما كانش الابن ديالو هكا، الاب اللي كيقول لك ما عندي غير الله وانتوما، ربي كبير، شكوى الله. متابعي قناه الشعب، صرخه قويه لهذا الاب اللي كيقول لك رسالتي وندائي للمحسنين، ما بغى حتى مسؤول، فقط غير الله والمحسنين. الابن ديالو اللي تصاب بواحد التهاب دماغي، واللي كيقول كنتمنى من الله ومن المحسنين انهم يشوفوا من حالتي. واخا الدار ديالك ايضا حتى هي بغات تريب، راه الدار انت كتشوفها، الدار راه غير تابوت، راه ماشي زعما تقول شي سميتو تابوت والسقف نيتها ودير القصب والعواد اللي كاين. ربي كبير، ربي كبير سبحانه وتعالى، الحمد لله، اللهم لك الحمد. واخا قلنا للمتابعين الحمد لله اللي كيشوفوك الرقم ديال الهاتف ديالك.
الرقم ديال سيدي 06 62 66 73 89، 06 62 66 73 89. كنتمنى من متابعي قناة شوف تي في ومع اقتراب شهر رمضان ان هذا الابن هذا ما تخطاش هذه الابتسامة، لانني كنهضر والابتسامة كنشوفها في وجهه، واللي كنتمنى انها تعود الحياة ولو انه الحمد لله عايش، ولكن كنتمنى الحمد لله انه تعود ديك الابتسامة وديك التنهيدة اللي تنهد، كنتمنى انه ترجع للاب ديالو والابن وكذلك وحتى الام ديالو اللي في الحقيقة حتى فقط غير يديها على حنكة. كنتمنى ايضا انها تفرح وتفرح بوليدها وتفرح براجلها وتفرح من الأسرة ديالها. والله القسم متابعي قناة شوف تي في بعض الحالات أننا كندوزوهم في قناة شوف تي في صوت لمن لا صوت له بدون مقابل مادي، في الحقيقة والله إلا كنتألموا كنتألموا من الداخل، لكن في الحقيقة هذا ما أعطى الله. كنتمنوا الخير للجميع، وكنتمنوا أيضا لهضرة بالأسرة أنه يصبر، الصبر لله الحمد لله صبر جميل وربي راه كبير. ماشي مشكلة اختي اجي تكلمي وما غاديش تباني، ما غاديش تبان، ما غاديش تبان، اش بغيتي تكلمي مرة هادي صرخة الأم متابعي قناة شوف تي في، غير بقاي تما كنطلبوا من الله من المحسنين الله يسهل عليكم الله يثبت أجركم الله ما يضيعش أجر المحسنين، حتى إلا كان شي خدمة لا ضرر البعدة غير نهزو هاد الوليد معزز مكرم. انتما كتشوفوا الحاله ديالنا وداكشي اللي كان راه جاوا الله يكافيهم والله يجازيهم بخير، اللي جاوا لنا هاد الناس وفكروا فينا الله يسهل عليهم الله يسهل امرهم الله يثبت لهم اجر كبير عند سيدي ربي والله ما يضيعش اجر المحسنين، الله يجازيكم بخير والله يعاوننا ويعاونكم ويسهل علينا وعليكم وعلى ام سيدنا محمد. الله يسهل علينا ويسهل عليكم ويسهل على جميع ام سيدنا محمد متابعي قناه شوف تي في، ونتمنى هاد الايه ديما غاديش تفرقي ان شاء الله حتى لقية الله عز وجل. متابعي قناة شوف تي في في الحقيقة والله إلا تألم اللي هو كبير وكبير جدا متابعي قناة شوف تي في، وتحصر اللي هو كبير وتألم اللي هو جد كبير ومؤثر متابعي قناة الشاب من مدينة الرشيدية، اللي كنتمنوا إن شاء الله أن جل كل المغاربة أنهم يديروا اليد في اليد، رمضان على الأبواب متابعي قناة الشعب، هذا هو العيد، هذا هو رمضان، هذا هو الحج، هذا هو العمرة، هذا هو كلش. كنتمنوا من المتابعين والمتابعات انهم يدعوا ولو انه يدعوا فقط دعوه الخير ودعوه الرحمه ودعوه الشفاء العاجل لكل مريض، والله يرحم موتانا المسلمين متابعي قناه شوف تي في. كنتمنوا ايضا هذا الابن انه ترجع للحياه ديالو الاعتياديه العاديه ان شاء الله بين احضان الاب ديالو احضان الام ديالو، اللي في واحد الصرخه اللي كتقول لك كنتمنى غير الرجل انه يلقى خدمه وما غادي تخسر حتى واحد. شي كريسه غير بدي يخرج بها هكا غادا ضربو غير الشمس، غادا ضربو غير الشمس، هذا قاش دابا الا جاب الله شي خدمه ما كانش اللي يسوق به، مورا مريضه راه من عليها الطبيب، هذا الحاجه ثقيله من عليها. رساله واضحه لكل القلوب الرحيمه متابعي قناه الشعب، واللي كيطالب فقط غير بكرسي متحرك سواء كهربائي ولا غير كهربائي، فقط الا كان كهربائي. كنتمنى من الله ما كانش اللي يدفع به، والله الا كنحس بديك الله يرحم الوالدين متابعي قناه الشعب، ولو انني كنت في استطاعتي انني نقطع الدم ديالي واللحم ديالي باش نعطيهم ربما لاي اسره انني كنجلس معاها نعطيهم من دمي ونعطيهم من لحمي، لكن الله غالب شافنا الله كما كيقولوا. كنتمنى من الله ومن المحسنين انهم يشوفوا من حال هذا الابن، كنتمنى من الله ومن المحسنين انهم يشوفوا من حال هذه الاسره اللي في ولاد الحاج. عفوا قلنا العنوان ديال العنوان ديالك في ولاد الحاج. مثلا في ولاد الحاج، ولاد الحاج القديمه الرقم الدار 86 الزنقه 20 البنيه القديمه، ولاد الحاج القديمه. دخلت عليكم بوجه الله يا ولاد الخير يا محسنين مغاربه يا الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج، ما عمرني كنت تنطلب شي واحد، لكن قدر الله ما شاء ما شاء فعل. كنطلبكم انكم ديروا اليد في اليد، توقفوا مع هذا الوليد وتوقفوا مع هذه الاسره، لان الله كريم الله كبير، اليوم غدا، اليوم في الدنيا وغدا في الاخره، ربي راه كبير. نتمنوا الخير لكل المتابعين والمتابعات ودعوه الخير متابعي قناه الشعب، اللي بغيتها تكون لجميع الاسر المغربيه وايضا جميع الحالات الانسانيه اللي كنمروا معاهم، والله الا كنمروا في واحد العذاب اللي هو عسير وعسير جدا. كنتمنى الخير للجميع ونتمنى من المتابعين الحظ الوفير والتوفيق ان شاء الله.
الشكر الجزيل لكل المتابعين والمتابعات اللي بقوا معنا في هذا البث المباشر من مدينة الرشيدية وحالة تدمي القلب. متابعي قناة الشعب اللي رب أسرة اللي كي بالدموع اللي كيقول لك فقط بغى غير كرسي متحرك لهذا الابن هذا باش على الأقل أنه يشوف الشمس، لأنه ما كيشوفش الشمس متابعي قناة الشعب. وإن شاء الله متابعي قناة شفتي بي إلى بث آخر وموضوع آخر إن شاء الله.